مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ويتجدد اللقاء معكم في جولة جديدة لمنشئة الصحافة. نسلط الضوء خلالها على أبرز العناوين التي رصدتها الصحافة المحلية والعربية والدولية، ويسعدنا أن نناقشها مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الصحفي رشيد الفعم. مرحبا بك معنا أستاذ رشيد. أهلا وسهلا. أهلا بك. ومشاهدينا، فاصل قصير وكالمعتاد نبدأ بالصحافة المحلية. نستهل جولتنا بالصحافة المحلية، والبداية من غلاف صحيفة الأنباء التي ذكرت أن تنفيذا لأوامر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في دعوة الشباب للاستفادة من التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة، يسابق وزير التجارة والصناعة خالد روضان الزمن لإنجاز المشاريع الخاصة بالشباب. وفي هذا الصدد قالت الأنباء وزارة التجارة أنجزت اللائحة التنفيذية للعربات المتنقلة واللائحة التنفيذية للأسواق الموسمية. صحيفة الوسط من جانبها أفادت أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ذكرت أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أكدت في تقارير وتصريحات التزام الكويت بالاتفاقيات التي أبرمتها في هذا الشأن، مشيدة في أكثر من مناسبة بجهود الكويت في تعزيز حقوق الإنسان وحضورها الدائم من خلال التزامها بالمراجعات الدولية وتقديم التقارير الوطنية بهذا الشأن. ننتقل إلى صحيفة الرأي التي قالت أن وزارة الإعلام ترصد المواقع الإخبارية غير المرخصة تمهيدا لإغلاقها. سأقف عند هذا الخبر أستاذ رشيد، يعني كثير من المواقع الإخبارية اليوم تنشر أخبار بعيدا عن الموضوعية، بعيدا عن المصداقية، بعيدا عن المهنية. كيف تقيم خطوة وزارة الإعلام في إغلاق هذه المواقع الإخبارية الغير مرخصة؟ طبعا وزارة الإعلام تطبق قانون تم قراره من مجلس الأمة في المجلس السابق، وهو قانون الإعلام الإلكتروني، والذي يعني عاد تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا ما تحتويه من أخبار ومواقع إلكترونية مختصة في نقل الأحداث ونقل بعض التقارير وبعض الأخبار. لذلك وزارة الإعلام هي تطبق قانون الإعلام الإلكتروني الذي قرن مجلس الأمة وقرن الحكومة في مجلس 2014 الماضي، وهو يعني قانون للأمانة يعني حيينا فيه الحكومة وشكرنا فيه مجلس الأمة على مثل هذا القانون الذي يعطي دافع جديد للإعلام بشكل عام. لذلك وزارة الإعلام تقوم بدورها المناط بها، دورها المطلوب في تطبيق القوانين وفي الحد من بعض المواقع التي تصطاد في الماء العكر والتي تحاول يعني بطريقة أو بأخرى لشق الوحدة الوطنية أو الإساءة إلى أشخاص أو رموز معينة. لذلك نشكر وزارة الإعلام على هذا الأمر، ونتمنى المزيد من تطبيق القوانين التي تحتاج إلى إنصاف وتحتاج إلى أن تأخذ بيدها في مثل هذه القوانين. نعم. في خبر آخر فصلت فيه صحيفة كويت تايمز تحت هذا العنوان: البنوك الكويتية تشكل 62 فرعا لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. نتحول إلى صحيفة الصباح التي لفتت أن المكتب الصحي بواشنطن خصص فريق طوارئ لمتابعة الكويتيين إثر إعصار تكساس. وحول متانة العلاقات الكويتية البريطانية، أوردت صحيفة النهار كشف وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون عن عزم بلاده توقيع اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع الكويت، مشددا على أن بريطانيا ستواصل التزامها بأمن الكويت وستظل حليفا قويا لها. أيضا سنقف عند هذا الخبر، نتحدث هنا عن اتفاقية تعاون عسكري كما قال وزير الدفاع البريطاني. كيف تقيم اليوم العلاقات البريطانية الكويتية؟ العلاقة البريطانية الكويتية هي علاقة متجذرة وعلاقة ليست بالجديدة، علاقة ابتدأها مؤسس دولة الكويت الحديثة الشيخ مبارك الكبير رحمة الله عليه في عام 1899 من خلال اتفاقية الحماية البريطانية الكويتية. يعني نحن نتحدث عن قرن وربع القرن من الزمن، العلاقة الكويتية البريطانية علاقة متأصلة وعلاقة لها جذورها. شاركت بريطانيا في حرب تحرير الكويت في ما يقارب 220 ألف جندي من أجل تحرير الكويت. لذلك أنا أعتقد أو يعني ألزم أن العلاقات الكويتية البريطانية هي علاقة نادرة وعلاقة يعني علاقة وطيدة، بالإضافة إلى أن هذا التعاون يعني ليس بالجديد، هو تعاون مستمر ولكن هو تجديد لبعض العقود الحماية الكويتية البريطانية التي تم توقيعها من قبل الشيخ مبارك الكبير وتوالت عليها رؤساء
أو أمراء دولة الكويت. لذلك نعتقد أن هي يعني علاقة استثنائية، العلاقة الكويتية بريطانية علاقة لا تقارن في أي علاقة مع الدول الأوروبية أو الدول الأجنبية الأخرى. نعم، أيضا في إطار استمرار الرسالة الإنسانية الكويتية، كتبت صحيفة الشاهد هذا المنشأ: المساعدات الكويتية ترسم البهجة على وجوه المحتاجين مع قرب العيد. وأشارت الشاهد إلى تلك المساعدات ركزت في العراق وتركيا وغانا، وتنوعت بين الغذائية والمالية والصحية والملابس. مشاهدينا، منشأ الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل. ننتقل إلى منشطات الصحف الأجنبية، فقد اهتمت صحيفة USA Today بحرب إطلاق الصواريخ من طرف بيونغ يانغ. الصحيفة ذكرت أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية بالقرب من اليابان صباح السبت، وفقا لما ذكره الجيش الأمريكي وكوريا الجنوبية. وأعادت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ تقييمها السابق لإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة، قائلة إن الصاروخين الأول والثالث لم يفشلا في التحليق. ونقلت USA Today عن المتحدث باسم قيادة منطقة المحيط الهادئ تأكيده بأن الصاروخين حلقا نحو 255 ميلا، بينما قالت في وقت سابق إن الصاروخ الثالث يبدو أنه انفجر على الفور. أستاذ رشيد، يعني اليوم في ظل التصاعد والتوتر في العلاقة ما بين كوريا الشمالية وبين أمريكا، والمهاترات ما بين دونالد ترامب وما بين بيونغ يانغ، برأيك الأزمة الكورية الشمالية الأمريكية إلى أين متجهة؟ الأزمة الكورية الشمالية الأمريكية هي كرة ثلج تتدحرج من عام 1984. من بعد ما كان هناك يعني الكثير من المناوشات، حتى وصلت إلى مناوشات العسكرية على الحد ما بين القوات الأمريكية المتواجدة في اليابان أو في كوريا الجنوبية وما بين كوريا الشمالية. لذلك يعني كرة الثلج كل ما لها وتكبر خلال السنتين و3 سنوات الماضية. إطلاق صواريخ باليستية من قبل كوريا الشمالية هو جرس الإنذار الذي أدنى في إذن الرئيس الأمريكي. لذلك أنا أعتقد أن كوريا الشمالية يعني سببت الرعب لكثير من الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ما هو الغريب في الأمر أن 14 دولة وهو مجلس الأمن من ضمنهم الصين وروسيا يوافقون على بعض العقوبات التي تم تطبيقها على كوريا الشمالية. وهذا هنا الغرابة، وهنا خط، أو هنا علامات استفهام وعلامات تعجب نضعها، أن الحليف الاستراتيجي والحليف الاقتصادي الصين والحليف العسكري وذات نفس العسكري وهو روسيا توافق على بعض العقوبات التي، وخاصة وأن الصين وروسيا هي الدعم الأساسي لكوريا الشمالية فيما يتعلق بالصواريخ. لذلك هناك يعني غرابة وعلامات استفهام. أنا أعتقد أن الأمر يعني لن تتوقف كوريا الشمالية عن إطلاق الصواريخ أو تجريب الصواريخ النووية والرؤوس النووية، وهي ماضية في ذلك، خصوصا أنها وقعت أكثر من 17 اتفاقية مع أمريكا عام 94 وعام 98 وعام 2003 وعام 2004 و2005، وكل تلك الاتفاقيات لم تلتزم فيها كوريا الشمالية. أنا أعتقد أن هناك يعني نقطة ما قبل الحرب، وهي النقطة أو المفصل، وهو العقوبات النفطية. يعني أنا أعتقد أن العقوبات الاقتصادية لم تردع كوريا الشمالية في إطلاق مثل هذه الصواريخ أو مثل هذه التجارب النووية. هناك يعني عقبة أو هناك خطوة مقبلة للإدارة الأمريكية، وهي الخطوة التي تسبق أتوقع الحرب، وهو العقوبات النفطية. ولكن في حال العقوبات النفطية، لماذا هدد دونالد ترامب بالحرب على كوريا الشمالية طالما أنه يملك ورقة العقوبات النفطية كما تحدث؟ لأن أعطى الخيار الأكبر أو الخيار الأشمل أو الخيار المروع لكوريا الشمالية، لعل وعسى أن ترتد عن مثل هذه التجارب التي من شأنها أن تدمر حلفاء الولايات المتحدة كاليابان وكوريا الجنوبية. الحرب على كوريا الشمالية ليست بهذه البساطة. هناك ما يقارب 28,000 جندي أمريكي موجودين في كوريا الجنوبية، جزيرة غوام بالضبط، وهناك تقريبا 18,000 و17,000 موجودين في اليابان. وكل تلك المعسكرات وكل تلك الجنود معرضين لأكبر منصات صواريخ
موجودة في كوريا الشمالية، وقالوا 800 يعني منظومة صاروخية موجودة في كوريا الشمالية. فهذه القوات معرضة لمثل هذه المنصات، لذلك الخطوة أو القفز على إلى الحرب أو اتجاه نحو الحرب من قبل إدارة أمريكية أتوقع أنها ستكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها. هناك خطوة وكرت موجود وهو إيقاف الصادرات النفطية عن كوريا الشمالية، وهو لربما يكون يعني تكون مؤلمة لكوريا الشمالية، خصوصا وأن إيرادات كوريا الشمالية 37% على النفط. نعم، وأيضا مليار دولار هي العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا عليها. في الصحف الأمريكية صحيفة نيويورك بوست نقلت عن فصولا من الخوف الذي نشره إعصار هارفي بين السكان الأمريكيين، وقالت إن الإعصار ضرب ساحل خليج تكساس محمولا بالرياح والأمطار، مخلفا مئات الآلاف من الأشخاص دون كهرباء، وهدد الملايين من السكان بأيام من الفيضانات الكارثية. حوالي 250 ألف شخص، تذكر الصحيفة، أصبحوا بدون كهرباء على مستوى الولاية اعتبارا من صباح يوم السبت. في بالنسبة لأعصار هارفي، يعني هو يعتبر اليوم هو الأسوأ تقريبا من 50 عاما بعد أعصار ديلما وأعصار شارلي الذي أسفر عن مقتل 87 شخصا في عام 2005. أتحدث هنا عن أعصار ديلما. برأيك كيف تتعاطى اليوم الإدارة الأمريكية وخاصة إدارة دونالد ترامب مع أول أعصار يواجه أمريكا في فترة رئاسته؟ الإدارة الأمريكية كانت مستعدة لمثل هذه الأعاصير من خلال التصريحات التي أطلقها ترامب عبر موقعه في تويتر، وأكد أن خاطب محافظ ولاية تكساس، وأكد له المحافظ أن إدارة المحافظة قادرة على صد مثل هذه الإعصار وعلى تم الاستعداد لكافة الأمور الطوارئ التي قد تنتج عن مثل هذا الإعصار. لذلك الإدارة الأمريكية حتى اللحظة من خلال التحذيرات ومن خلال الاستعدادات ومن خلال تغريدات الرئيس الأمريكي وتصريحات الوسائل الإعلام، أنا أعتقد أنه استطاع أن يعني يجتاز مرحلة غير مسبوقة لإدارته في أزمة مثل هذه الأزمة، وكان مستعد ونجح حتى اللحظة في صد بعض الهجمات التي تخللتها كتاب الصحف في الإدارة في 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 أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية. الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب استطاعت حتى اللحظة النجاح في الصد مثل هذا الإعصار. نعم، هو كتب على تويتر: بناء على طلب حاكم تكساس، وقعت على قرار إعلان جلسة أو حالة الطوارئ التي تطلق العنان للمساعدة الحكومية بكاملها فيما يتعلق بإعصار هارفي. مشاهدينا، منشط الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل. صحيفة ديلي نيوز الأمريكية نشرت قصة مثيرة حول العثور على بقايا جثة جندي أمريكي تحت كتلة خرسانية في منزل في جورجيا شارك في حرب العراق وفقد من عام 2014، وقد تمكن مركز طبي من التأكد من أن البقايا هي للجندي تشيس ماسنر من خلال سجلات الأسنان لدى وزارة الدفاع، ووجد المسؤولون عظام ماستر وبقايا أخرى في أغسطس، وبالتالي يمكن إجراء مراسيم جنازة له الآن. في هذا الخبر بعيد عن السياسة وفيما يتعلق بفرنسا، ماكرون ينفق 26 ألف يورو على مكياجه في 3 أشهر. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس بأن المبلغ الكبير الذي أنفقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المكياج الخاص به أثار جدلا واسعا خاصة بين السياسيين، مما دفع الإليزي لتبرير الحادثة ووصفها بالوضع الطارئ. ووفقا للتقرير، فإن ماكرون قام بتعيين خبيرة التجميل التي رافقته خلال الحملة الانتخابية، والتي على ما يبدو أنها كسبت ثقته منذ ذلك الوقت، وهي سيدة تدعى ناتاشا. برأيك أستاذ رشيد، يعني مبلغ نتحدث عن 26 ألف يورو خلال 3 أشهر يضعها رئيس فرنسي، هل تتوقع أن هذا المبلغ ربما المبلغ الهائل ربما يضعف شعبية إيمانويل ماكرون، وخاصة وأنه يتعرض للهجوم في الفترة الأخيرة حول ما يتعلق بالسوق الفرنسي؟ هو بغض النظر عن مثل هذا الخبر، ما كان يعني ينزل من شعبية ماكرون أو يزيد، ماكرون يعني صار له الحين 4 شهور تقريبا لم ينجز بعض الوعود
التي يوعدها أثناء حملته الانتخابية، وأمامه مرحلة صعبة وهو 12 من سبتمبر المقبل. هناك تجمع لبعض الأحزاب السياسية، وهناك جلسة لمجلس النواب الفرنسي بتاريخ 28/9 لقانون التقاعد وقانون العمل الفرنسي الجديد الذي وعد ماكرون الشعب الفرنسي أثناء حملة انتخابية بأن يتم إقراره. لذلك يعني بغض النظر عن خبر 26,000 يورو هو المقياس الذي يصرف عليه، احنا نتحدث عن ما تم تطبيقه خلال حملة الانتخابية. احنا نتكلم عن ما يقارب 100 يوم لم يتخذ أي الرئيس الفرنسي أي خطوة تعطي ملامح لإقرار بعض القوانين. طبعا الخبر أنا أتوقع أنه يعني لربما بالإضافة إلى عدم تطبيق القوانين الذي وعد فيها أو اتخاذ خطوة لتطبيق مثل هذه القوانين، هذا خر أيضا ينقص من شعبيته الداخلية. نعم. خارجيا ماكرون حتى اللحظة جيد نوعا ما، استطاع أن يوقع بعض الاتفاقيات مع الولايات المتحدة ومع بوتين، واستطاع أن يولم ما بين الحلفاء في ليبيا ويضع موضع قدم لفرنسا في الحرب الدائرة في ليبيا. خارجيا نجح نوعا ما، ولكن داخليا و26 ألف المقياج وعدم تطبيق قوانين أنا أتوقع أن ربما تضعف حالته، خصوصا أن أنا خليني قرأت أن نقص شعبيته ما يقارب 60% ضده و30 أو 36% معه. لذلك كل هذه المؤشرات تدل على أن ماكرون قلت شعبيته عن قبل الانتخابات. نعم، حتى إحدى الصحف كتبت عن هذا الموضوع، قالت بأن إذا كان ماكرون يضع 26,000 يورو خلال 3 أشهر فقط للمكياج، فكم تضع زوجته تصرف على المكياج، وخاصة وأنها سيدة متقدمة في متقدمة بالسن. نعم. نعم. هذا الغرابة يعني أن واحد نفس ماكرون شاب يتزوج واحدة كبيرة ويحط مكياج، هي كم تحط؟ نعم. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية نقرأ بأن ثمرة شجرة الليمون مع لونها الأصفر الجميل ونكهتها الحمضية، فهي غالبا ما تستخدم في الطبخ والمعجنات، وهي منخفضة في السعرات الحرارية وتحتوي على أكثر قليلا من 89% من المياه و2% و45 من الكربوهيدرات و2% من الألياف وكميات ضئيلة من البروتين والدهون، لكنها تتصدر الفواكه في فيتامين سي، حيث في كل 100 جرام نحصل على 51 ملغرام من فيتامين سي. مشاهدينا ننتقل الآن إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة الشرق الأوسط لكاتبه مشاري الذايدي بعنوان الأعدقاء صالح والحوثي. يقول الكاتب أن التحالف بين الحوثيين وحزب صالح هو تحالف هجين، وما يجمع بين الطرفين هو فقط مواجهة عمليات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية، لكن مع مرور أكثر من سنتين على تشييد هذا التحالف الهجين بين الحوثيين والمؤتمرين الصالحين، حسب تعيين الكاتب أو تعبير الكاتب، تقيحت الخلافات وطفحت على جلد الجسد السياسي الانقلابي، فكانت الاتهامات المتبادلة التي خرجت للعلن بين عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح وأنصارهما. الكاتب خرج من هذا المقال بأن العبرة من هذا التراشق الحوثي الصالحي أن ما بني على باطل فهو باطل. كيف تعلق على ذلك؟ ما بني على باطل فهو باطل. هو فعلا يعني ما بني على باطل فهو باطل. تحالف الحوثي وعلي عبد الله صالح هو ليس تحالف ايديولوجي او تحالف استراتيجي، هو تحالف ازمه. تحالف يعني ما بين ميليشيات متناثره، ولن يكون هناك اي اثار ايجابيه لهذا التحالف. نعم. التحالف هو تحالف وقتي. تحالف من أجل صد بعض الهجمات التي يعني وصلت إلى اليمن. علي عبد الله صالح مدعوم من بعض الميليشيات والمتواجدين في القبائل، بعض القبائل اليمنية، والحوثي مدعوم من دولة كما يعني هو معروف إيران. لذلك لن يكون هناك تحالف بما معنى تحالف استراتيجي أو تحالف أيديولوجي أو تحالف يعني إيجابي. طبيعة الحال هو ما بني على باطل كما ذكر الكاتب باطل. لذلك أنا أرى أن تحالف الأزمة بين علي عبد الله صالح، وذكرنا هذا مرارا، أن تحالف علي عبد الله صالح وتحالف الحوثي لن يستمر، وإن استمر سيكون أعرج. نعم. لن يستطيع الاستدامة ولن يصل إلى مبتغاه.
هناك شكوك ما بين مجموعة المنتمية لعلي عبد الله الصالح والمجموعة المنتمية للحوثي. من بعد مؤتمر جنيفتو كانت يعني مؤتمر جنيف تقريبا قبل سنة سنة وشوي. نعم. والتحالف يعني صار سنتين تقريبا. إذا كانت بداية هذا التحالف هو تصريحات أطلقها الحوثي ضد علي عبد الله صالح وتصريحات أطلقها مناصرين علي عبد الله صالح ضد الحوثي، فبالتأكيد لن تكون هناك أي آثار إيجابية لهذا التحالف. فأنا أعتقد أن خيوط اللعبة بدأت يعني تتقشر. يعني الوضع في اليمن وضع مأساوي جدا، وضع أعتقد أن مقبل الأيام أو الشهور القليلة المقبلة سيكون هناك حل لهذا اللي ما يحصل في اليمن من خلال فضل من الشيات المنتمية لعبد الله صالح أو للحوثي أو خلاهما. نعم، إذن مشاهدينا ننتقل الآن إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم اخترناه من صحيفتي فلسطين، ونعلق على الكاريكاتير الأول أستاذ رشيد لو سمحت. هذا الكاريكاتير يعني أعتقد أن يعني إسرائيل والاستيطان الجديد من خلال هدمها للبيوت ومنازل الفلسطينيين غير مبالية لأي يعني لأي شيء يعني النداءات الدولية يعني غير مبالية طبعا، يعني واضح من الرسمة. نعم، والكاريكاتير الثاني أيضا اخترناه من صحيفة الشرق الأوسط، وايضا تعليق على هذا الكاريكاتير. مكتوب بالنص المفاعل هذا حصان طرواده، وبالنص النووي الاتفاقات النوويه على ما اعتقد. اي يعني ان هناك بعض يعني اتفاق نووي حصان طرواده، ولكن هناك من يتسرب من هذا الحصان ويخصب اليورانيوم ويعمل بعض الاتفاقيات النوويه. نعم نعم، او كما يقول هي الفزاعه أو شماعة. أو شماعة. شماعة. صحيح. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من منشيت الصحافة. أشكر ضيفي الصحفي رشيد الفعم على تواجده معنا، والشكر موصول لكم على كرم المتابعة. إلى اللقاء.